إذا تشاندي لسه عايشة؟ وهي كمان ليش مصرة أنها تمنعني أني أعرف شو سر تشاندي؟ قلك شي، هالأمور كلياتها عم تلبتني كتير، وأنا كل ما قربت أني حل المشكلة بيطلع شي وبيزيدها تعقيد. طول بالك واهدى شوي. انت بتعرفني شي؟ مو بس بعرفك، لك انا بعرف كل العيلة تبعك كمان. بدي انصحك نصيحة صغيرة. احكي. انت بتحب مرتك كتير، مو صحيح الحكي؟ انا بتمنى يضل حبكن وما ينتهي ابدا، بس هلأ اهم شي انه مرتك حبيبتك لازم تضل عايشة وما تموت ابدا مشان هذا الحب. وهذا بيعني إذا بدها تضل عم تدور على تشاندي هي رح تخسر حياتها أكيد. أنت كيف بتتجرأ وبتحكي معي هيك؟ بدك تقتلني؟ أنا بنصحك ما تغلط هالغلطة هي. بدي إياك تعرف إذا أنا بيصير علي أي شي هون مرتك سالوني ما رح نتركها. سكرت أمك ولك. خلاص اتركني. لا تنسى إذا أنت خنقتني مرتك رح تكون برا بخطر. شو كأنك ما صدقت كلامي؟ شو رأيك تشوف هالحلق بركي بذكرك بشي من ماضيك؟ كل مكان كنت تروح عليه وكل مكان بتطلع منه نحن منعرفه تماماً ومنعرف كل شي عم تعمله. إذا أنت بتقنعها تبطل تدور هذا لمصلحتها، لأنه مثل ما حكينا رح تتأذى وما رح يحصل خير بنوب. أنا حذرتك تصطفل. رجاء حاكي رئيس السجن فورا، أنا لازم شوف مرتي ضروري وبأسرع وقت. في عندك زيارة؟ كيفك نهار؟ ليك يا عمتي، مرتي حياتها بخطر. بعرف، بس انت كيف عرفت هالشي؟ انت بتعرفي؟ ايه، واجيت لحتى خبرك هالشي. اجت رسالة لسالوني عم يهددوها فيها. نهار، سويت كل شي بقدر عليه لحتى امنعها، بس انت بتعرف سالوني قديش عنيدة، ما ردت علي أبداً.